طبعا ايضا اليوم نرحب بسيد العميد عدنان فخري خبير الادله الجنائيه والمتخصص في هذا الشان المهم في وزاره الداخليه. سعداء جدا ان زورنا للبوث الخاص بمديريه الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه، وحبينا نستطلع رايك حول عمل مديريه الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه، ومثل ما شاهد التطور الكبير اللي اليوم شهد هذه المديريه بدعم مباشر من قبل معالي وزير الداخليه المحترم وبمتابعه مباشره من السيد المدير العام اللواء الحقوقي نشأة ابراهيم الخفاجي. اشكرك جدا سياده العميد على المقدمه اللطيفه هذه، احييكم طبعا والله من كل قلبي على الجهود اللي قاعد اشوفها هسه حاليا في عملكم وعلى التطور المستمر ونظام التفعيل الخاص بالجواز الالكتروني، ايضا فيما يخص البطاقه الموحده، سرعه الانجاز، دقة العمل، هذا شيء مفرح يعني صراحة. فإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق والتقدم في سبيل أولا خدمة بلدنا وثانيا خدمة المواطن. الله يبارك فيك. طبعا احنا ايضا سعداء جدا ونوجه التحيه لكل ابطال مديريه تحقيق الادله الجنائيه، ونشيد ونثني على الجهود الكبيره اللي قدموها ابناء هذه المديريه خدمه للمواطن الكريم ولاستتباب واستقرار الامن. الله يسلمك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا.